تجربتك في قطر الشمس علاش ما نجحتش؟ صارت لي مشكلة في من الأول سافان سكول فرحانين بيا فهمت، مسؤولين وجوار جاي من سبيرونس عطاوني قدري وكذا واحد، بديت نلعب وعطيت لي إضافة وسجلت وكنت معناها براتيكمون بون، أنا مش كابيتان أما كابيتان معناها صحيت ليدور عباد تسمع كلامي و واضحة فهمت. صارت لي بليسير وقتها ميسكولير، ارتحت وبعد كي رجعت الرجعة هي اللي كانت معناها مزروبة صحيح. هي كي رجعت سافا الأمور، بديت نرجع بشوي بشوي وكذا، صاروا دي بليسير في الليكيب، تضرب لك سيال اللي بجانبي مسنس يلعب حتى التروازيام يزيد يتضرب حتى بيفو زاد تضرب معناها بلاست تدخل ريضال جدي ومدربة ريضال جدي يعني وقتها ما عندوش خيارات فهمت. انا كونترونور ناظرو اما ما تجيش معناها تجي انا على حسابك على حسابي انا فهمت. صارت عليه بريسيون يلزمك ترجع قبل توترت شوية علاقتك معاه وقتها صحيح، كانت باهية علاقتي معاه ويستشيرني في كل شيء ونسكن مع بعضنا براتيكمون في الاوتيل، كان قريب لي فهمت. توترت الحقيقة وقتها من اللي حسيته وانا يحب يرجعني قبل المنبرة، توترت معناها وليت معناها خرج في راس راس كما نقوله مع المسؤولين، شافني معناها نحل في الخطأ وكذا قال لي هاك حاضر واحد ونحشتي بيك وكذا، هو ما غاديك شنو تجيب لعب بروفيسيونيل ماذا بهم تلعب لهم عام كامل فهمت ما ترتاحش لا ميكال اوفيسيال لازم تلعبهم ماتش كود كيما نقولوا احنا فلوسك تحللهم على الفرمالي حاسيل. انا كان قلت ليرا وجوي باهي نرجع في وقتي وصافا وكمل على روحي سيزون جوي باهي فهمت. ديجا بداو يكلموا في جامعات اخرى مغادي حاسيل اخذيت بالخاطر مشيت لعبت مش لعبت انا ما وصلتش للماتش السيونس الاولى كما نقولوا رجعت فيها مع الجروب عبدت تحيرت عبدت تقطعت نفسها مشكلة شمس في الإصابات فما إصابة مقلقتك معناها حتى براتيك مو مسيرة كاملة ولا ليه انا ظهري كنت قبل معناها بابا مغروم بالمشكلة سيون واحد فهمت حتى كي كبرت قعدت مغروم بالمشكلة مغروم ونمس حديد وكذا واحد يبدا يوصي وفاي كما برشا مش باهي برشا الملاعب صحيح مش باهي اما لازم هو اما تخدم وحدك خاطر انا صغير فهمت نمشي لصاله وحدي نبدا ندز معناها مش أيه. واحد باش يوريني كوتشيني تعمل شيء هذه تعمل شيء كما نقولوا بدي تفلح صحيح هكاك نعفسك هكاك وقتك مشيت بديت وقت انا صغير بديت صارت لي وجايع في ظهري فهمت فما فقرات تحرك ولا حاجه فهمت قسيت وقتها اما قاعد مقلقني فهمت يزمو كيما نقولوا نحن يزمو لهوه فهمت كي مشيت لسبيرونس الحقيقه تلاو بها الحكايه هذيك معنا ياسين قال لي هذا حديد وانسيه معنا احنا رانيوك فهمت وفما اكزرسيسات يزمك تعملهم باش تمنى كيما نقولوا كاريرك سينو كي باش تكمل الكيرا ما باش تقعد كل مره يوجعك ظهرك لين حد ما عاش يتلهى بيك فهمت حاسيلو ديت معاهم ريدوكاسيون تاعي لي زيتيرمون كذا لي زيكزرسيس واحد جاوي به معناها فهمت واللي بليسور اللي صاروا لي معناها في الاسبيرانس ولا قبل معناها يصيروا عادي فهمت اما من الاول كي بديت في الاسبيرانس تبدل علي الريتم فهمت مثلا في حمله تلعب كان شامبيونا فهمت تلعب ماتش وترتاح برشا ماتشات في الاسبيرونس فما برشا ماتشات وصار وقتها فين باش ترتاح تلقى روحك ستاجي كيب ناسيونال فين باش ترتاح تلقى روحك عند الشامبيونز ليغ تلعب ربع واحد ربع واحد فهمت الريتم تبدل صحيح صاروا لي وقتها تقلقت شوي اما بعد سنست بالريتم في ليبيا اول ما مشيت ليبيا عملت ديكلاراسيون باش تقول الاتحاد الليبي قلت ترجي حتى هو نزلت بالطيارة وقت نزلت وقتها بالطيارة والمخ في ترجي ما يتنحاش متنحاش هذيك اما عرفتها جاني قال لي شقول الجمهور
والله جمهور ترجي. كنت وجاليا مع علي العامري وغازل العيادي في ليبيا. هذيك اللي حاجه الباهيه معناها كنا مع بعضنا ثلاثه توانسه، فما برشا توانسه هما غاديك، اما كنا انا وعلي وغازي معناها عرفت كي واحد كي دخل معناها يلقى لعبيه معاه، فما زاد وقتها فما زعبيه زاد معنا لعب معي في من الاخير ما لقيتش مشاكل غاديك دخل ديريكت في الجروب وباهين معناها اللي باين شكورهم مسؤولين معناها كل شيء، وكان تجربة باهية هزينا الشامبيونا، كانوا هما براتيكمون 10 سنين تو غايب عليها من الشامبيونا، أما لعبوا في العشر سنين لعبوا كان تروا سيزون فهمت، فرحة هستيرية الحقيقة. أول فرحة فرحها ماتش الدربي معناها دربي دربي عندهم حاجة ما فماش بلاد تتسكر في الدربي كما نقولوا أكثر منها أكثر اكثر، قلت لك بلاد كلها في روحنا بعد يمكن 3 4 سوايع وصلت للاوتيل انا كيس معبي والعباد كلها لبرا ودرنا بالكار مشينا فهمت، عندهم ديربي مش عادي فهمت. هما قبل هما يقولوا معناها سيل دم كما نقولوا نحن في عادة القدافي، ثم شكون ضربوا بالكرتوش وماتوا فهمت، فما معناها كره شديد ما بيناتهم حاجه هي الاهلي محسوبه على القدافي معناها هو بدا معاهم سعدي الغالي ولده فهمت كان معاهم وبدل الاتحاد كان مع الاهلي وبعد كده بدل الاتحاد فهمت، حسيلو عمل فيهم كدوزي كيف عمل هو هو في الخير معناها ما تدخلش معناها السياسه في الكوره ولا منحاز لجمعيته فهمت، كيما قبل كانت الاتحاد متعذبه فهمت ظلمها برشا، كيما بالك مشى الاتحاد بالعكس ولا الاهلي برشا فهمت، هذه خلفت معناها عباد مهبوله بالكره صحيت وكره شديد ما بيناتهم ما عندكش حتى ادنى فكره. عليك البروف اللي كي ربحت الاتحاد